السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الاجتماعيات للصف السادس ابتدائي، وصلنا إلى محافظة بابل. الموقع الجغرافي: تقع محافظة بابل في القسم الشمالي من منطقة الفرات الأوسط. هذه هي محافظة بابل، تقع في القسم الشمالي من منطقة الفرات الأوسط. زين، شنو يعني الفرات الأوسط؟ منطقة الفرات الأوسط هي المنطقة التي تقع في حوض نهر الفرات. هذا نهر الفرات، هذه هي منطقة الفرات الأوسط التي تقع في حوض نهر الفرات. تبدأ من جنوب بغداد. تبدأ من جنوب بغداد. شنو ضم هذه المنطقة الفرات الأوسط؟ أي محافظة؟ محافظة بابل، ومحافظة كربلاء، ومحافظة ديوانية، ومحافظة النجف، ومحافظة المثنى. هذه هي منطقة الفرات الأوسط التي تضم هذه المحافظات. محافظة بابل تقع في القسم الشمالي من منطقة الفرات الأوسط. مثل ما تلاحظون، هذه هنا عندنا هذه المنطقة في الشمال، في الشمال هي محافظة بابل. إذن محافظة بابل تقع في القسم الشمالي من منطقة الفرات الأوسط. عندنا هذه هنا باللون الأحمر، هذه نحطها منطقة الفرات الأوسط، تضم محافظات بابل، كربلاء، الديوانية، النجف، المثنى. هذه نحفظها. هسه نجي إلى التضاريس. تعد محافظة بابل جزءا من منطقة السهل الرسوبي الذي يتميز بانبساطه. احنا نعرف انه السهل الرسوبي يتميز بانبساط اراضيه. اذا محافظة بابل جزءا من منطقة السهل الرسوبي، هذا يجي على شكل فراغ، الذي يتميز بانبساطه، اذ يتراوح معدل ارتفاع أراضيها بين 20 إلى 40 متر فوق مستوى سطح البحر. هسه نجي إلى المناخ. لا يختلف مناخ محافظة بابل عن مناخ القسم الأوسط من السهل الرسوبي. هنا يجينا تعليل، لماذا؟ هنا يجي تعليل، لماذا لا يختلف مناخ محافظة بابل عن مناخ القسم الأوسط من السهل الرسوبي؟ وذلك لأنها تقع المحافظة ضمن المناخ الصحراوي الذي يتميز بارتفاع معدلات درجات الحرارة، ولا سيما خلال فصل الصيف واعتداله خلال فصل الشتاء. إذن مناخ محافظة بابل هو المناخ الصحراوي. المناخ الصحراوي، احنا عرفنا المناخ الصحراوي بمن يتميز؟ يتميز بارتفاع معدلات درجات الحرارة خصوصا في فصل الصيف، واعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء. هذا مميزات المناخ الصحراوي. أما أمطارها فتكون قليلة ومتذبذبة، تتراوح كمياتها بين 150 إلى 300 ملم. إذن الأمطار مالتها تكون قليلة ومتذبذبة، والمناخ هو المناخ الصحراوي. هنا عندنا الموارد المائية. تتميز الموارد المائية في المحافظة بنهر الفرات. احنا قلنا هي تقع في منطقة الفرات الأوسط، يعني النهر الذي يجري في المحافظة هو نهر الفرات وتفرعاته، وتعد عصب الحياة لسكان المحافظة. ومن أهم تلك المصادر، ما هي الموارد المائية أو مصادر تلك الموارد المائية في محافظة بابل؟ أولا شط الحلة، ثانيا شط الهندية. شط الحلة ويجري في القسم الجنوبي الشرقي من المحافظة، وشط الهندية يمثل مجرى نهر الفرات الذي يتفرع جنوب، والذي يتفرع جنوب مدينة الكفل إلى فرعين، هما شط الكوفة وشط الشامية. هذه هنا عندنا فراغات. أما أهم المشاريع الإروائية فتتمثل بسدة الهندية التي تقع في مدينة الهندية. نعم، يجي أما فراغ أو تعريف سدة الهندية، وهي من أهم المشاريع الإروائية في محافظة بابل والتي تقع في مدينة الهندية. أنا هنا راح أقرأ بالكتاب، وبعدين نهاية الفيديو راح أعطيكم الملخص. هسه نجي إلى نبذة تاريخية عن محافظة بابل. تعد مدينة بابل من أهم المدن العراقية القديمة. لماذا؟ تعد جنائنها المعلقة وأسوارها من إحدى عجائب الدنيا السبع آنذاك. يعني هنا لماذا مدينة بابل من أهم المدن التاريخية القديمة؟ وذلك لأن تعد جنائنها المعلقة وأسوارها من إحدى عجائب الدنيا السبع. هذه هي الجنائن المعلقة التي تعتبر من عجائب الدنيا السبع، وقد أطلق عليها في العصور القديمة بباب إيلو، أي باب الإله. هنا ماذا أطلق على محافظة بابل في العصور القديمة؟ أطلق عليها باب إيلو. شنو يعني باب إيلو؟ شنو معناه؟ معناه باب الإله. هنا يجي فراغات أو تعريف.
وقد كان المحافظة منزل عظيمة، ولا سيما في عهد ملكها السادس حمورابي. الملك حمورابي وهو الملك البابلي المشهور بمسلة حمورابي الذي وضع القوانين. ومن أهم الآثار الشاخصة لمدينة بابل المسرح البابلي الأغريقي ونموذج بوابة عشتار الأصلي وشارع المواكب والقصر الجنوبي لملك بابل العظيم نبوخذنصر الثاني المشيد بالأجر. هنا سؤال، ما هي أهم الآثار الشاخصة لمدينة بابل؟ نقول أولا المسرح البابلي، ثانيا نموذج بوابة عشتار الأصلي، ثالثا شارع المواكب، رابعا القصر الجنوبي لملك بابل العظيم نبوخذنصر الثاني المشيد بالأجر. هنا شنو يعني المشيد بالأجر أو الأجر؟ هنا معناها الطين، معناها الطين المحروق، الطين المحروق الذي يستعملونه في البناء. والخامس عندنا القصر الشمالي أو الرئيسي الذي وجد في إحدى ساحات تمثال أسد بابل، وهو رمز الآلهة عشتار. تمثال أسد بابل كذلك هو من الآثار التاريخية الذي يمثل رمز الآلهة عشتار. بعد تشكيل الحكومة العراقية في شهر آب عام 1921 أصبحت تعرف بلواء الحلة، وفي نيسان 1970 استبدل اسمها إلى محافظة بابل نسبة إلى مدينة بابل التاريخية. هنا عندنا أهم المدن التاريخية لمحافظة بابل، أولا مدينة كيشتة للأحمر، وهي المدينة التي عاش فيها الملك الأكدي سرجون الأول الذي أسس أول إمبراطورية في العالم القديم، واشتهرت المدينة بزقورتها الحمراء. هنا عندنا هاي أهم المدن التاريخية لمحافظة بابل، هاي مهمة. أولا مدينة كيش، تعريف مدينة كيش، وهي المدينة التي عاش فيها الملك الأكدي سرجون الأول، هذه جعل شكل فراغ، الذي أسس أول إمبراطورية في العالم القديم. أو هنا تعريف سرجون الأول، وهو الملك الأكدي الذي أسس أول إمبراطورية في العالم القديم، واضح؟ واشتهرت مدينة كيش بزقورتها الحمراء. المدينة الثانية هي مدينة برسبا نمرود. لقد كان للمدينة أهمية في الديانة البابلية، لماذا؟ لأنها كانت مركزا لعبادة الآلهة نابو. ونشاهد في إطلال المدينة بناء شاهقا يرتفع عن مستوى سطح الأرض، وهو برج المدينة والمدرج زقورتها التي كانت تسهو بألوانها وطبقاتها السبع. هذه هي مدينة برسبا، هي هنا تشتهر أو لها أهمية في الديانة البابلية، لها أهمية في الديانة البابلية هنا تحليل، لأنها كانت مركز لعبادة الآلهة نابو. زين، هنا عندنا سؤال ثاني، ماذا نشاهد في أطلال المدينة؟ نشاهد بناء شاهقا يرتفع عن مستوى سطح الأرض، وهو برج المدينة والمدرج زقورتها التي كانت تسهو بألوانها وطبقاتها السبع. هذا هو درسنا لهذا اليوم، هسه راح نعطيكم الملخص. ملخص محافظة بابل. سؤال، أين تقع محافظة بابل؟ جواب، تقع محافظة بابل في القسم الشمالي من منطقة الفرات الأوسط، هذه تيجي فراغات. تعد محافظة بابل جزء من منطقة فراغ السهل الرسوبي. هنا عندنا تعليل، لا يختلف مناخ محافظة بابل عن مناخ القسم الأوسط من السهل الرسوبي. الجواب، لأنها تقع ضمن المناخ الصحراوي الذي يتميز بارتفاع معدلات درجات الحرارة، ولا سيما خلال فصل الصيف واعتداله خلال فصل الشتاء. تمتاز أمطار محافظة بابل بأنها فراغ وفراغ قليلة ومتذبذبة، وتتراوح كمياتها بين 150 إلى 300 ملم. هنا عندنا المناخ الصحراوي هو المناخ اللي يتميز به محافظة بابل، يعني هذه هم فراغ. تتمثل الموارد المائية في محافظة بابل بفراغ بنهر الفرات وتفرعاته. سؤال، ما هي أهم المصادر الموارد المائية في محافظة بابل؟ الجواب، أولا شط الحلة وشط الهندية. شط الحلة ويجري في القسم الجنوبي الشرقي من بابل، وشط الهندية وهو يمثل مجرى نهر الفرات والذي يتفرع جنوب مدينة الكفل إلى فرعين، هما شط الكوفة وشط الشامية، هذه كذلك فراغات. سؤال، ما هي أهم المشاريع الأروائية في محافظة بابل؟ الجواب، سد الهندية. وهنا عندنا تعريف سدة الهندية، وهي من أهم المشاريع الأروائية في محافظة بابل التي تقع في مدينة الهندية. سؤال، تعد محافظة بابل من أهم المدن العراقية القديمة؟ الجواب، تعد جنائنها المعلقة وأسوارها من أحدى عجائب الدنيا السبع. أطلق على مدينة بابل في العصور القديمة بباب إيلو أي باب الإله. هنا عندنا باب إيلو أو باب الإله، تعريف
وهي التسمية التي أطلقت على محافظة بابل في العصور القديمة. لقد كانت لمحافظة بابل منزلة عظيمة ولا سيما في عهد ملكها السادس حمورابي. نعم هذه فراغ. حمورابي وهو الملك السادس لمدينة بابل والذي شهدت مدينة بابل ازدهارا ومنزلة عظيمة في عهده، وهو الذي وضع القوانين المعروفة بسلة حمورابي. سؤال هنا، ما أهم الآثار الشاخصة لمدينة بابل؟ أولا المسرح البابلي الإغريقي، نموذج بوابة عشدار الأصلي، شارع المواكب، القصر الجنوبي لملك بابل العظيم نبوخذ نصر الثاني، المشيد بالأجر. هنا عندنا خمسة، القصر الشمالي الذي وجد في إحدى ساحاته تمثال أسد بابل وهو رمز الآلهة عشتار. هذه فراغات. سؤال، ما هي أهم المدن التاريخية لمحافظة بابل؟ أولا مدينة كيشتل الأحمر وهي المدينة التي عاش فيها الملك الأكدي سرجون الأول الذي أسس أول إمبراطورية في العالم القديم واشتهرت المدينة بزقورتها الحمراء. سرجون الأول وهو الملك الأكدي الذي أسس أول إمبراطورية في العالم القديم والذي عاش في مدينة كيش في بابل. الزقورة الحمراء وهي من أهم الآثار في مدينة كيش في مدينة بابل والتي اشتهرت بها. المدينة الثانية هي مدينة بورسبا نمرود، وهي من المدن التاريخية في محافظة بابل والتي كانت لها أهمية في الديانة البابلية لأنها كانت مركزا لعبادة الآلهة نابو. سؤال، ماذا نشاهد في أطلال مدينة بورسبا الأثرية في محافظة بابل؟ الجواب، نشاهد بناء شاهقا يرتفع عن مستوى سطح الأرض وهو برج المدينة والمدرج زقورتها التي كانت تسهو بألوانها وطبقاتها السبع. هذا ملخص درسنا لهذا اليوم، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.